أحمد الفلاسي فنان إماراتي، صار لي تقريبا في الفن 20 سنة، أستخدم أكثر عن خامة في الفن. أخيرا لجأت إلى الفن القلم الهوائي لأنه يعطيني بعض اللمسات الفرشاة ما تعطيني إياها. القلم الهوائي حالة من أو مثله مثل أي أداة فنية، عندك الفرشاة أو النايف باليت للسكين الفنية أو قلم الرصاص، يعتمد على الفنان شو ما هو الهدف من استخدام هذا الشيء. فالعمل هذا أداة مثل ما قلت لك تشبه أي، هو تعتبر فرشاة بس إنما بالهواء، فهذا اللي يميزها. بس يعني أنا أولا طبعا أستخدم الأدوات المتاحة اللي المخفف اللون طبعا، وهذا طبعا الألوان أجيبها أنا من برا لأنها مش موجودة هنا عندنا في البلاد، وأستخدم أي لون ثاني وياها طبعا. مثلا أحط أول شيء أستخدم مخفف اللون، وبعدين أختار اللون مثلا اللي بستخدمه. أنا أشوف اللون الأسود حسب التوضيح بس، فأستخدم اللون الأسود، ما أستخدم كمية كبيرة. الظهر يابس بستخدم هذا، يعتمد طبعا مع التدريب تعرف كمية اللون اللي تستخدمها مع مخفف اللون، وعسب أمزج اللون مع مخفف اللون. ما أحتاج مثلا أستخدم مثلا أداة مثلا بحيث أني أخلطها، إنما أهز القلم الهوائي بهذه الطريقة فيندمج اللون. بعد ما أخلص طبعا أول شيء أجرب اللون، هل هو هذا مثلا السمك اللي أبغيه أو سماكة اللون يسمونه اللي أبغيه ولا لا. بحاول أبين لكم طبعا كرسم إيضاح شو العمل أو الأداة هاي شو تسوي بالضبط أو كيف أستخدمها. مثلا رسم كرتوني مثلا، شوف الحين هاي المشكلة شو معناته. انت عندك مشكلتين، يا ان اللون ما خفيف وايد او الضغط الهوائي اكثر عن هاي، فتحتاج يا انك تخفف مثلا الضغط الهوائي او تزيد كثافة اللون. فانا بزيد كثافة اللون، فهذا بس كإيضاح سريع. يعني ممكن أنا بعد أركز أكثر بس لأروي كيف نستخدم يعني القلم الهوائي. في نوعين من القلم الهوائي، أول ما اخترعوا القلم الهوائي كان يعني يعتمد على ضغطة واحدة على اللي يسمون الزناد، فلما تضغط ضغطة واحدة يعطيك لون وهو في نفس الوقت، فصعب أنك تتحكم فيه، يعني لازم تكون متمرس عشان تتحكم في كمية اللون والهواء المدفقة من خلال القلم الهوائي. اخترعوه على ما أعتقد كان في 1879. فبعدها بفترة يوم مجدد للقلم الهوائي اخترع نوع قلم هوائي ثاني بحيث أنه يكون ضغطتين، الضغطة الأولية تسمح لك أنك تستخرج هواء، والضغطة الثانية لما تسحبها على ورا تعطيك تروم تتحكم في كمية اللون اللي انت تحتاج لها مثلا. فهذا ميزة القلم الهوائي، وبعدين يوفر عليك وقت. وثاني شيء في ضربات مثلا لما تستخدمها للغيوم
للنجوم مثلا لبعض الضربات الفرشاة ما تعطيك إياها، هذا يعطيك أكثر واقعية مثلا. لذلك أنا تعلمت هاي. أحتاج طبعا بعد كل جلسة أني أنظف طبعا القلم الهوائي. أنا أستخدم طبعا هذا عشان الرذاذ يعني ما يتطاير في الجو ويضرني مع الوقت. هذا طبعا منظف للقلم الهوائي خاص طبعا لازم. الالوان اللي استخدمها انا طبعا هي تركيبات مائيه فتجف بسرعه مع استخدامه في القلم الهوائي، فاحتاج اني انظف كل بين فتره حسب ما اذا جف اللون داخل القلم الهوائي تسبب لي اشكاليه بعدين في الهاي في الرسم. أنا طبعاً بديت الفن منذ الطفولة طبعاً، حالي حال مثلاً كثير من الأطفال، بس إنما أنا كان عندي شغف أكثر، كنت أقضي معظم وقتي مثلاً وأنا طفل في الرسم تلوين وهذا. ومع الوقت طبعاً يوم وصلت سن البلوغ طبعاً اللي هي 14-15 ابتديت أميز المدارس اللي هي موجودة، يعني المدرسة مثلاً الانطباعية والسريالية وشلا، فأبهروني الفنانين الكبار اللي هم الماسترية مثل موني وعندك فان جوف وعندك فيرمير وهذا، فكنت أحاول أقلد أعمالهم الفنية. مثلاً تأثرت بأول مدرسة اللي هي المدرسة السريالية، فكنت أرسم لي في بالي طبعاً بطريقة خيالية ظنا مني ان هذا صحيح سرياليه شيء، انما سرياليه طبعا لها قوانين معينه وهذا. مع الوقت اتجهت الى المدرسه التاثيريه، بعدها اتجهت الى التجريديه. التجريديه ما استهويتها وايد، انا افضل المدرسه التاثيريه الواقعيه شيء. في حد يحب يستخدم الالوان اكريليك لانها سهله طبعا ما فيها ريحه، وبعدين سهل انك تنظف الفرشاه. أشكر قناة الشارجة على إتاحة الفرصة لي بحيث أنه يعني أبين للناس أو أشرح للناس ثقافة القلم الهوائي وما يعنيه الفن. الفن ليس مجرد ألوان، إنما الفن هو تعبير عن الذات، فممكن الإنسان يعني يعالج بعض الناس من خلال الألوان يعني.